الجزء الثاني من الجهاز العصبي الطرفي اللي هو الكرينيال نيرفز. احنا خلصنا الجزء الاول اللي هو السباينال نيرف، اللي كانوا 31 نيرف بير اوف نيرفز طالعين من السباينال كورد. النهارده هنشوف ال 12 بير اللي طالعين من البرين او من الدماغ اللي هم بيسموهم الكرينيال نيرفز. تعالوا نشوف دولت. بيقول لك these are 12 pair of cranial nerves which are attached to the cerebrum. طبعا واحد واثنين attached to the cerebrum، يوم 12 بير نمرة واحد واثنين attached بالcerebrum. من اول ثلاثة لحد 12 attached للبرين ستيم. نفكركم تاني الكلام اللي احنا قلناه قبل كده. بص احنا قلنا كل ده على بعضه اسمه سيريبرم، وده اسمه سيريبرم، ودي المدلة اوبلونجاتا والبونز والميد برين، اللي فوق ده اسمه ايه؟ برين ستيم. الاعصاب اللي طالعه من المخ فيبقوا واحد واثنين طالعين من السيريبرم، اتاتشد لازقين في السيريبرم. فنمره واحد اللي هو الالفاكتوري نيرف. الالفاكتوري نيرف ده المسؤول عن الشم، اتاتشد للسيريبرم. ده الجزء ده دي اسمها اولفاكتوري بالب، بيمسك فيها حوالي 12 ل 16 او 18 نيرفز اسمهم اولفاكتوري نيرفز. 18 نيرفز اولفاكتوري نيرفز طالعين من الانف، من سقف الانف، ويشبكوا هنا في الاولفاكتوري بالب اللي هو الجزء ده. دول اللي بيوصلوا او مسؤولين عن التعرف على الروائح المختلفة. ده مسؤول عن الشم، ده الالفاكتوري نيرف اللي هو نمرة واحد. طبعا زي ما انت شايف ماسك في الالفاكتوري بالب، وبعدين الالفاكتوري تراك يعني ماسك في السيريبرم. نمرة اتنين اللي هو العصب ده اللي اسمه اوبتيك نيرف، ده اللي هو مسؤول عن النظر رؤية. ده اسمه الاوبتيك نيرف. ادي الاوبتيك نيرف، ده من العين دي وده من العين الاخرى. ادي ده النيرف الثاني اسمه اوبتيك نيرف، ده برضو كونكتد بالسريبرم بالمخ. نيجي بعد كده في عندي نيرفين ثلاثة واربعة. ثلاثة اللي هو اوكيولوموتور، واربعة اسمه التروكلير. دول طالعين من جزء من البرين اسمه ميد برين. دول ثلاثة واربعة وستة كمان لسه ما خدناهوش. ثلاثة اسمه اوكيولوموتور، اربعة اسمه تروكلير، ستة ده اسمه ابدوسنت. دول مسؤولين عن حركات العين، يعني خلي العين تطلع لفوق تنزل لتحت. ده الاوكولوموتور والتروكلر والايه الابدوسنت اللي هو نمرة ايه ست. خلينا في ثلاثة واربعة طالعين من الميد برين. هلا طالعين من الميد برين. نيجي بعد كده ده البونز. البونز يطلع منه نمرة خمسة اللي هو الترايجيمينال، ادي اهو خمسة يطلع من البونز، وبعدين يطلع منه ترايجيمينال ادي خمسة، ستة اللي هو الابدوسنت اللي احنا اتفقنا عليه بيحرك العين، سبعة اللي هو الفيشل بحرك عضلات الوش، تمانية ده المسؤول عن السمع والاتزان اللي هو فيستيبولو كوكلير نيرف اللي هو نمرة تمانية. يبقى البونز يطلع منه خمسة وستة وسبعة وتمانية. خمسة ترايجيمينال اللي هو مسؤول عن الاحساس بتاع الوجه، مسؤول عن الاحساس بتاع الوجه، الوش نفسه الاحساس بتاعه ترايجيمينال، وتحريك على عضلات المضغ اللي بنمضغ بيها، فده نمرة خمسة. ستة بيشترك في حركات العين. سبعة بحركات الوجه، ده مسؤول عن حركات الوجه. تمانية مسؤول عن السمع والاتزان. نيجي بعد كده نمرة تسعة وعشرة. تسعة اللي هو اسمه جلوسوفارينجيال، وعشرة اللي اسمه فيجاس، وحداشر اللي اسمه اكسسوري، واتناشر اسمه هايبوجلوسال. دول طالعين من المدلة اوبلونجاتا، طالعين من المدلة اوبلونجاتا. ده الجزء ده اسمه ايه؟ المدلة اوبلونجاتا. تسعة اسمه جلوسوفارينجيال. ايه وظيفة الجلوسوفارينجيال؟ ده بيدي مجموعة من الاعصاب للسان عشان الاحساس في اللسان، جلوس احساس بتاع اللسان، التذوق. جلوسوفارينجيال بيدي جزء من احساسه للسان. فارينكس فارينجيال بيدي للفارينكس. عشرة اللي هو الفيجاس اللي هو العصب الحائر، ده بيدي الريسبيراتوري ماسلز بتاع الريسبيريشن
والماسلز بتاعت التنفس والماسلز بتاع الدايجستيف سيستم والدايجستيف سيستم والريسبيراتوري سيستم، وبيدي اللارنكس الحنجره، ده الفيجاس نيرف اللي هو العصب الحائر، ده نمره 10 طالع من المظله. 11 اللي هو بيسموه الاكسسوري، ده بيساعد نمره 10 عشان كده بيسموه المساعد، يبقى 11 ده المساعد. 12 ده اللي هو مسؤول عن حركات اللسان، ده اللي بيحرك اللسان، لو الواحد اتصاب نمره 12 فيه اللي هو هايبوجلوسال نيرف ده يحصل له ايه؟ شلل. دولت ال 12 كرينيال نيرف. خلينا نقراهم كده، اللي هو في عندي نيرفز اللي هم 12 كرينيال نيرفز بير، طبعا واحد ناحيه وناحيه. نيرفز اتاتش تو ذا سيريبرم اتسلف، اولفاكتوري نمره 1، اوبتيك نمره 2. الاولفاكتوري ده مسؤول عن الشم، والاوبتيك ده مسؤول عن النظر. نيرفز اتاتش تو ذا ميد برين، ميد برين في عندي 3 اوكولوموتور نيرف، 4 اللي هو تروكليار نيرف، وهنا دول مسؤولين عن حركات العين، دول طالعين من الميد برين. نيرفز اتاتش تو ذا بونز اللي طالعين من البونز، تراجمنا 5، وهنا ده مسؤول عن احساس الوجه كويس، واحساس الوجه واحساس جزء من اللسان كمان، ده اللي هو 5، وبيحرك عضلات المضغ. ابدوسنت 6 ده مسؤول بيساعد في حركات العين. 7 اللي هو الفيشل ده بيحرك الوجه نفسه، مسؤول عن حركات الوجه. 8 الاوديتوري ده بتاع الايه؟ السمع، اللي هو مسؤول عن الايه؟ السمع. السمع والايكوليبريم الاتزان، عشان كده بيسموه فيستيبولو كوكلر او هنا اوديتوري. نيرفز اتاتشد للمظله اوبلونجاتا اللي هو جلوسو فارينجيا اللي هو نمره 9، ده بيدي جزء من احساس الطنج وبيدي الفارنكس. 10 اللي هو اسمه الفيجاس اللي هو العصب الحائر اللي اتفقنا بيدي الريسبيراتوري سيستم والدايجستيف سيستم. وبعد كده 11 ده الاكسسوري ده المساعد اللي بيساعد نمره 10. هايبوجلوسال نيرف اللي هو نمره 12 ده المسؤول عن الايه او عن حركات الطنج. يبقى الواحد واثنين طالعين من السيريبرم، 3 و4 طالعين من ميد برين، 5 و6 و7 و8 طالعين من البونز، 9 و10 و11 و12 طالعين من المظله اوبلونجاتا.